السلام عليكم، حبيكم فيديو جديد اللي غادي يكون ان شاء الله على الاطار المرجعي الامتحان الوطني سنه 2021. اول حاجه هذا الاطار المرجعي هو تقريبا نفس الاطار المرجعي ديال سنه 2020، تقريبا نفس الدروس اللي نقصوا. نشوفوا شنو هما هاد الدروس اللي نقصوا، شنو هما الاشياء اللي خصنا نركزوا عليها. بالنسبه للفوكابولري اللي عليه 4 ديال النقاط، نقصوا بعض الوحدات، والوحدات اللي بقاو عندنا خصنا نركزوا عليهم هما gift of youth مواهب الشباب، humor الفكاهة، women and power المرأة والسلطة، cultural issues and values يعني القضايا الثقافية والقيم، citizenship المواطنة. خصنا نركز على الفوكابلور ديال هاد اليونيتس. كذلك عندنا lexical elements اللي خصنا نركزوا فيهم على phrasal verbs، كذلك collocations و suffixes و prefixes. ها ثلاثة ديال الدروس. بالنسبة للفانكشن كذلك لهم 4 ديال النقاط هذه السنة. عندنا making and responding to requests يعني كيفاش أننا نديرو الطلب ونجاوبو على الطلب، complaining and responding to complaints كيفاش ندير واحد الشكوى، نقدم واحد الشكوى وكيفاش نجاوب عليها، apologizing الاعتذار، asking for and giving advice يعني كيفاش نطلب النصيحة وكيفاش نعطي النصيحة، شنو هما الاكسبريشنز اللي غادي نستعمل، expressing and asking for opinion كيفاش نعبر على الرأي ديالي وكيفاش نطلب الرأي من شي شخص، agreeing and disagreeing الموافقة وعدم الموافقة، making suggestion كيفاش ندير واحد الاقتراح، making, accepting, declining invitation كيفاش نقدم واحد الدعوة، كيفاش نتقبل أنا هذيك الدعوة وكيفاش نرفض الدعوة. أما بالنسبة للجراما عندنا tenses داخل فيها simple present continuous، simple past continuous، present perfect، past perfect، simple future، وكذلك future perfect يعني داخل فيها الدروس ديال السنوات الماضية ديال السنكيام والسيزيام، وكذلك الدروس ديال الباك اللي هما future perfect والpast perfect. كذلك عندنا reported speech، عندنا المودلز، passive voice، relative pronoun، linking words. في linking words عندنا addition، concession، contrast، purpose، cause and effect. هادو هما الدروس اللي داخلين في linking words. اما بالنسبه للرايتين عندنا developing a topic sentence، writing paragraph، completing a paragraph. بالنسبة ل developing a topic sentence كيعطيوني واحد topic sentence في introduction في المقدمة وأنا خصني نكمل. في الغالب كيكون هو داك writing الأول اللي عليه 4 ديال النقاط. Writing a paragraph يعني نكتب في واحد الفقرة، completing paragraph أنني نكمل الparagraph، writing an article كيفاش نكتب article واحد المقال، writing an email كيفاش نكتب email، telling a story كيفاش نحكي واحد القصة. هذا الشيء اللي داخل عندي في الرايتين. هذا هو الإطار المرجعي. هنا كيبينوا لي فقط شحال ديال الوقت في كل امتحان، 3 سوايع بالنسبة للأدب، 3 سوايع بالنسبة للعلوم الإنسانية، بالنسبة للناس ديال العلوم فقط ساعتين، وكذلك المعاملات. أما هنا كيبينوا لي كل جزء من الامتحان شحال عليه ديال النقاط، comprehension عليها 15 نقطة، language كذلك 15 نقطة، بالنسبة للرايتين فقط 10 ديال النقاط. أما هنايا فقط كيقولوا لي كيفاش أنهم غادي يكونوا الأسئلة، كيفاش غيطرحوا الأسئلة ديال النص وكذلك الأسئلة الباقيين. بحال هنايا مثلا ناخذ شي مثال، مثلا عطوني ماتشين يعني سير بسهم، مثلا sentence completion يعني كيقولك اتميم الجمله، مثلا true false with justification كيقولك اجيب بصحيح ام خطا ودير justification ديالك، true لا false without justification، double edge question يعني سؤال يقدر يجيك بالدبل edge question. هنا كيقولوا لي كيفاش غادي يكونوا الاسئله، هنا كيحددوا لي الفوكابولري دروس، هنا الدروس ديال grammar، reported speech، models، passive، هنا الدروس ديال function. تحت منهم كاين الطريقة ديال الإجابة، طريقة عفوا ديال السؤال، شنو هما الأسئلة، الطريقة ديال الأسئلة ممكن تجي، مثلا rewriting sentence إعادة كتابة الجملة، يقدر أنه يجيك providing the correct verb tense كيقول لك أعطي التنس المناسب ديال الverb، مثلا completing sentences أتمم الجملة، gap filling املأ الفراغ، matching صل بسهم أو تلاقي الجمل.
هنا عندي الانواع ديال الرايتين اللي ممكن انهم يكونوا عندي نهار الامتحان، هما اللي شفنا قبل ديفلوبين ا توبيك سنتنس، رايتين ا باراجراف، داكشي كامل اللي شفنا قبل. بالنسبه للدروس اللي داخله في الامتحان الوطني سنه 2021 هتلقاو الروابط اسفل الفيديو. كذلك مازال غنخدموا العديد من النماذج ديال الامتحانات الوطنيه بالنسبه لهاد الدروس. كذلك مازال غادي نخدموا هاد الدروس بطريقه بسيطه اللي غتمكنكم الاجابه يوم الامتحان الوطني. وفي الاخير كنتمنى التوفيق للجميع.